تحية المصرية للاتصالات، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول داخل قناة سعرية صاعدة؟ وصلنا للحد العلوي للقناة بشمعة سيولة، ولكن ما قدرناش نخترق المناطق دي وتراجعنا، ولكن ما زلنا فوق دعم قوي جدا من مستويات ال 32 لحد مستويات ال 32 ونص. لو لغينا الجهد الشرائي بتاع اخر شمعة اعتقد ده هيكون سلبي على السهم، وهيكون سلبي اكتر لو قفلنا تحت مستويات ال 32 جنيه. ساعتها ممكن نفكر ان الحركة دي ممكن تكون ما هي الا حركة رد فعل جت على شكل ايه بي سي ما قبل تكملة الاتجاه الهبط. طبعا أهم منطقة مفتاحية بالنسبة لنا هو كسر وقف الخسارة اللي عند مستويات ال 29 جنيه و75 قرش أو 29 جنيه و80 قرش، وده اللي هيأكد هو ده إبطال النموذج الإيجابي بالنسبة لنا. ولكن لو فضلنا مستقرين فوق مستويات ال 32 أظن ستظل نظرتنا إيجابية، وممكن نكون بنشكل أكثر من سيناريو بالنسبة لنا يكون ده بالنسبة لنا كانت موجة وصححناها على شكل بي سي، وصعدنا عملنا موجة خماسية ممكن ننزل نصححها تاني، وبعد كده نصعد على شكل قطري ويكون شكلنا قطرية نصححها ونكمل في الاتجاه الصاعد. أو السيناريو الآخر اللي هو يكون صعدنا على شكل دبليو إكس واي وننزل نكمل في الاتجاه الهابط، ويكون ده دبليو إكس واي ما قبل تكملة الاتجاه الهابط. وقلنا المناطق المفتاحية بالنسبة لنا أول حاجة كسر مستويات ال 32 والاستقرار تحت منها، تاني حاجة مستوى إبطال أي نموذج إيجابي هو كسر مستويات ال 29 جنيه و80 قرش. طبعا بداية السلبية زي ما قلنا اللي هو ان احنا نلغي شمعة السيولة دي تماما اللي حصلت عندي من المستويات دي، خلينا كمان نحددها، حصلت عندي من هذه المستويات اللي هي من عند مستويات ال 32 جنيه و75 قرش. يعني لو لغيت مستويات 32 جنيه 75 قرش دي هتكون بداية السلبية. طبعا لو وقعت في رقم ضعيف لحد مستويات 35 وربع هنجني ارباحنا وبالتوفيق.